بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله إخواننا النهاردة معادنا مع الأساينمنت أوبريتورز أو معاملات أو المحددات أو عمليات توظيف أو الوظيفية. يعني إيه؟ يعني والله البرنامج عمل لك شيء جميل. طبعا بعد ما أخدنا أوبريتورز الدرس اللي فات، البرنامج فيجوال ستوديو أو فيجوال بيزك عموما، فيجوال بيزك بيقدم لك ميزة جميلة جدا اسمها الاساينمنت اوبريتورز. يعني ايه؟ لاحظ هنا بيقول لك لو انت مثلا عايز، او تعالوا قبل ما نعمل نتكلم رياضيا. رياضيا كنا بناخد احنا في الرياضة، تمام، ايا كانت رياضة بحتة او رياضة حديثة، تمام، كنا دايما بنقول مثلا لو احنا عندنا مثلا السين بتساوي مثلا 5، عندي مثلا السين بتساوي 5، وعندي صاد بتساوي 10، العين 10، العين مثلا بتساوي السين زائد صاد، مفيش مشكلة خالص رياضيا ينفع. طيب هل ممكن كنت أقول له صاد بيساوي 10 زائد سين؟ مفيش أي مشكلة خالص، تمام. ثم بقى بندخل بقى معادلة من الدرجة الأولى ثم معادلة من الدرجة الثانية، زي ما كنا إيه بن ايه بن طيب هل ينفع ان انا اقول له س بتساوي 5 زائد س بفرض ان ده مش موجود رياضيا؟ تمام، لو احنا عملنا مثلا ايه، مسحنا رياضيا، تمام، لو احنا قلنا س بتساوي س زائد 5 ما ينفعش، استحالة رياضية. ليه؟ لأن أنت أصلا ما تعرفش قيمة السين، تمام. يعني بفرض أنت رايح لوالدك بتقول له يا والدي مثلا مصروفي قد إيه، فاكر أنت مصروف بتاع أنت قد أخوك، تمام، يبقى سين بيساوي مصروف صاد زائد 10، دي معقولة. لو عرفت مصروف صاد هعرف بالتالي الإيه، السين. لكن لما أقول لك مصروفك بيساوي مصروفك زائد 5، هو انا اصلا اعرف مصروفي؟ انا لسه ما اعرفش، تمام يا اخوانا. في رياضيا دي استحالة، برمجيا دي مش استحالة. ليه؟ لان ده ممكن اصلا تجيبه. ازاي؟ صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. مش انت بتحجز مكان في الذاكرة، تمام، لو بفرض ان الذاكره مقسمه، مش هدخل بقى في حته ستاك وهيب اللي ده جزء مقسم ستاك وهنا هيب والكلام ده، مش هدخل في الجزء ده عشان ايه ما ندوش بعض على الفاضي. بفرض ان ده الذاكره الجزء الاول سين مخزن في قيمه وليكن 4، مش ممكن اقول للكمبيوتر خلي بالك سين بتساوي سين زائد 3؟ هيعمل ايه؟ هيجيب يقول لك سين القيمه الجديده، هو طبعا مش هيخزن دلوقتي لما يقوم بالعمليه، سين هي موجوده عندك، 4 هتالي، تمام، يبقى 4 زائد 3 بيساوي كام؟ 7. يروح يعدل القيمه دي يخليها 7، اتفقنا؟ تاني اهو، لو احنا فتحنا مستند جديد، تمام كده، قلنا له ايه، سين بتساوي مثلا س زائد 4، عندي في الذاكرة أصلا س مخزنة مثلا بتساوي 5، نوعها مثلا انتجر، تمام. فأنت بتستدعي قيمة السين اللي في الذاكرة، بتستدعي قيمة السين اللي إيه في الذاكرة، ده اللي يختلف برمجيا عن رياضيا. إن برمجيا أصلا في عندك ذاكرة، فأنت بتعمل إيه في الذاكرة؟ بتروح تستدعي القيمة في الذاكرة، فأنت بتقول له س القيمة الجديدة بتاع س بتساوي القيمة اللي موجودة عندك زائد 4، يجيب لك القيمة دي. هو طبعا ما بيعملش ايه، دول بيتموا اخر حاجة، او خلينا مثلا نشرح اخضر، دول بيتموا اخر حاجة. هو بيعمل ده الاول، اولا بيجيب قيمة الس 5 موجودة عنده في الذاكرة زائد كام، زائد 4، يطلع لك الناتج 9، تمام. فبالتالي س بتساوي 9، يروح يخزنها بقى يقول لك والله س هنا بتساوي ايه يا اخوانا، مش 5 بل بتساوي 9.
طب لو جيت تاني قلت له س بيساوي س زائد 4، خلاص عرفنا بقى، يقول لك والله 9 زائد 4 بيساوي 13، تمام اهو. يبقى ايه؟ يبقى س بيساوي 13، فبالتالي ياخد س بيساوي 13 على الكلام ده، ثم مثلا يروح يخزنها مكان التسعة ويقول لك والله س القيمة الجذرية بتاعتها 13. يبقى انت ممكن تجمع متغير بدلالة نفسه، ممكن تجمع متغير بدلالة نفسه، اتفقنا يا اخوانا؟ طيب يعني اقل لحضرتك مثال، فرضا انت قلت له هنا الاكس بيساوي 3، ممكن تغير قيمة الاكس بعدها تقول له مثلا اكس بيساوي 4، مفيش اي مشكلة خالص. ممكن خلي بالك تقول له الاكس تمام هنا هيطلع لك 4، ليه؟ لان انت عدلت خزنت القيمة 3، قلت له بعد كده لا لا معلش انا غلطان، او مش غلطان، او بتعديل ما س بقت 4، يقول لك اهلا وسهلا انا موافق مفيش مشكلة. هل ممكن تقول له الاكس بتساوي مثلا 4 زائد 1، اسف 4 زائد اكس، مفيش اي مشكلة خالص، اهو 4 و3 يقول لك انا 7، مفيش اي مشكلة خالص، مش رياضة هي، تمام. طيب البرنامج بقى عمل لك حاجة لكده اختصار، بدل ما تقول له والله اكس بيساوي اكس زائد 4 القيمة الجديدة اكس بيساوي القيمة القديمة الاكس زائد 4، قال لك ما انت ممكن تستخدم الاساينمنت اوبريتورز. يعني ايه؟ يعني ممكن تستخدم تقول له القيمة اسم المتغير زائد يساوي 1، القيمة اللي انت عايزها تزيد. يعني ايه؟ تقول له هنا اكس بيساوي زائد يساوي 4، تعالى 7. ازاي؟ يعني قال لك هو اختصار، زائد يبقى انا هزود على الاكس 4، طب ناقص يبقى ايه؟ هقلل من الاكس 4 او اي قيمة بقى، هقلل الاكس مثلا ايه 2 كده، وصلت يا اخوانا؟ يبقى الاكس ناقص يساوي 2. عايز تزود مثلا ايه؟ عايز تضرب او تضرب مثلا في 4 3، يبقى الاكس تمام ستار ايكوال 2، نجمة او مضروب او ضرب، مش مضروب، ضرب يساوي علامة الضرب ثم علامة يساوي 2، يبقى هتجيب لي قيمة الاكس تمام في 2. كأنك بالظبط ده السطر ده كأنك بالظبط بتقول له كده، بتقول له والله الاكس بتساوي اكس ستار 2 تمام، او بتقول له خلينا من دول، بتقول له كأنك بتقول له مثلا ايه زائد، لو احنا استخدمنا علامة الايه الزائد كده، لو دي كانت ايه كانت زائد، اتفقنا يا اخوانا؟ اظن ما فيش اي ايه اي مشكلة لحد دلوقتي. وكذلك القسمة تمام، اهو 1.5 3 على 2، انت بتقسم التلاتة على 2 تمام، كذلك الايه القسمة الصحيحة، قال لك ايه 1.5 يقول لك 1، القسمة الصحيحة ينزل على ايه على 1، كذلك لو انت قلت له الايه الاس، تمام وهكذا. طيب يبقى دول العمليات ايه يا اخوانا؟ الاساينمنت توظيفية، انت بتقول له لاحظ بيقول لك ايه فاليو القيمة اسم المتغير تمام بلس ايكوال 1، كانك بالظبط بتقول له فاليو بيساوي فاليو زائد 1، وهنا لما تقسم تقول له سالب يساوي 1 او ناقص يساوي 1، يبقى فاليو بتطرح منها 1، وهنا بتضرب في 2، وهنا بتقسم على 2، وهنا بتجيب ايه اس 2، اتفقنا يا اخوانا؟ امر سهل مش محتاج اي مشكله خالص تمام، امر ما اظنش محتاج تعب كتير، امر سهل. إن شاء الله نكمل الدروس القادمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.